لازم يرفع علم المرشد اللي هو شعار هوتل اللي هو H أبيض وأحمر. هذا من المرشد على ظهر السفينة لازم يرفعه. وهذاك العلم السعودي كمان جنبه. الآن دخلنا الميناء وإن شاء الله القاطرة حتربط قدام عادي تمام من جنب اليمين. وأريكم إن شاء الله الرباط. السلام عليكم. هذه القاطرة الأولى إن شاء الله راح تربط في مقدم جنب الشمال اللي هو البورت باو. وهذه القاطرة الثانية إن شاء الله جاي على البورت كوارتر تأخذ حبل. وإحنا رايحين الرصيف السكر اللي هناك. هذا شايفينه بيحطوه على الغاصة على الهوك اللي هناك وخلاص. أوكي. وهذه القاطرة اللي قدام كمان هم بيربطوا. أوكي. طلبنا محركات للخلف عشان نهدي سرعة السفينة عشان نبدأ لفتنا اليسار اللي هناك. من مخاطر حبل القطر شوف كيف مشدود، لو انقطع لا قدر الله يصير ردة فعله مرة خطيرة. فشوف ما في بحارة ولا شيء لاهين لا في السفينة ولا في القاطرة، يبعدوا عنه للأمان. هذه القاطرة الأمامية بتسحبنا، الحبل مشدود وما في بحارة لا على السفينة ولا على القاطرة. القاطرة الثانية بتدفعنا، شوفها من هنا. قاع البحر كيف تغير بسبب المكاين للخلف، فتغيرت الطين، الطين القاع. كملنا لفتنا على ما صورتها لكم لأنه عم نشتغل ونركز. تقريبا خلصت اللفة، هنروح على الرصيف. احنا تقريبا بحازات الرصيف إن شاء الله مو سهلة. Alongside والحمد لله.